صباح دلوقتي على زميلتنا في الاستوديو هالة الحملاوي، نعرف منها اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات، وكمان نسالها سؤال الحلقه، ايه ذكرياتها مع اصحابها في العيد؟ صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا فسان. صباح الفل يا شازي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كنت بتاكلي كبده؟ لا كنتش باكل كبده بصراحه. انا لسه عارفه المعلومه دي منكم. انا يعني لسه بسال شازي بقول هو الموضوع الكبده ده بجد؟ انا يعني يمكن انا كنت ساكنه، انا لسه ساكنه لغايه دلوقتي في نفس المكان اللي انا عشت فيه طفولتي. فذكرياتي في المكان انه احنا كنا بنسهر ليله العيد انا وصحابي، بس احنا المنطقه اللي احنا فيها كانت معظمها ولاد اكتر من البنات، فكان بيبقى بقى التتابع والجري والعجل والاستغماية والكلام ده، ونروح بعد كده نصلي العيد. واللي ساكنين في مصر الجديده عارفين ان من اشهر الاماكن مسجد ابو زهره، فكل مصر الجديده بتجمع في مسجد ابو زهره. والبالونات والناس اللي بتفرق حلويات والكلام ده لسه موجود لغايه النهارده. ايه ده؟ عايزه اعرف بقى، مهتمه بالموضوع. عايزه تعرفي الاجابه؟ عايزه تعرفي الاجابه؟ قولي. انا مستحيل اكل لحمه اول يوم العيد. انا بيبقى عندي حاله كده، انا باكل بيتزا. انا الطقوس بتاعتي انا باكل بيتزا اول يوم العيد. اوكي. عيد مختلف ده. عيد مختلف تماما. بيبقى جاي لي حاله كده مش قادره فعلا اكل لحمه اليوم ده، لانه برضو من وانا صغيره احنا كنا بيت عيله، فكانت جدتي اللي بتقف على الذبح وهي اللي بتفرق عندنا في الجنينه بتاعه البيت، فانا الموضوع كان بيبقى يعني قوي قوي عليا لدرجه ان انا بقفل اول يوم ده ما اقدرش. اوكي. ولو كلت فته باكلها من غير لحمه. طب طمنينا النهارده.